حسام صباط، شكرا لكم جميعا، والآن نستأذنكم بضع دقائق فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. محضر مناقشة رسالة ماجستير في تمام الساعة 10 من يوم الأربعاء الواقع في 11 من ربيع الأول 1434 هجري 23/1/2018. بدأت مناقشة رسالة الماجستير المقدم من الطالب سمير قجاور بعنوان الفروض الكفائية وأثرها في السياسة الشرعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم الدراسات الإسلامية، وانتهت المناقشة في تمام الساعة 12. وكانت لجنة المناقشة والحكم تتكون من علي لاغا منسقا لها، فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبود هرموش مشرفا، فضيلة سماحة المفتي الشيخ خليل الميس مناقشا، فضيلة الدكتور العميد حسام صباط مناقشا. بعد مناقشة الطالب في رسالته وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للدراسات العليا بالجامعة، أوصت اللجنة بأن يمنح الطالب درجة الماجستير في أصول الفقه. بل سنمضي يا نبالي هكذا الظلم يزاح واستقر المعالي أمة الحق الصراح. بل سنمضي يا نبالي هكذا الظلم يزاح واستقر المعالي أمة الحق الصراح. رحلة الرحل دربنا المأمون في عمق الليالي والجراح. رحلة العمر كفاح في كفاح بكفاح. دربنا المأمون في عمق الليالي والجراح. نصر مؤمن مراغم عزمه بان ولاح. فجهاد النفس أكبر من جهاد بالسلاح. نصر مؤمن مراغم عزمه بان ولاح. فجهاد النفس أكبر من جهاد بالسلاح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح. دربنا المأمون في عمق الليالي والجراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح. دربنا المأمون في عمق الليالي والجراح. جيلنا جيل ريادة لا غثاء وزيادة. نعمر الأرض بناء ونقاء وصلاح. لا غثاء لا زيادة. نعمر الأرض بناء ونقاء وصلاح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح. دربنا المأمون في عمق الليالي والجراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح. دربنا المأمون في عمق الليالي والجراح. أنا بستاني في قلبي يملأ صدرا شراح. ذكر مولاي إلهي في غدو والرواح. أنا بستاني في قلبي يملأ الصدر انشراح. ذكر مولاي إلهي في غدو والرواح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. بكفاح. دربنا المأمون في عمق دربنا والجراح. رحلة العمر كفاح في كفاح بكفاح. دربنا المأمون في عمق الليالي والجراح.